والآن هل فهمتما مهمتكما والغاية منها؟ أنت من سيختار أولاً يا سعيد. أنا أختار أن أبني بيتي في أجمل وأغنى مدينة بعد مدينتنا هذه. وأنت يا ولدي يا أسعد، ماذا تختار؟ أما أنا فأختار أفقر وأبعد وأبسط بلد في الولاية. حسن، لكل منكما كيس من الذهب يستعين به على بناء بيته واختيار أصدقائه وحسن استجابتهم له، ولكن خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر فقط. هل من الضروري أن يعرف الناس حقيقة كوني ابن الوالي؟ أم يمكنني إخفاء ذلك؟ هذا يرجع إليك يا ولدي، فإن شئت يمكنك الكشف عن حقيقة أمرك والإعلان عن شخصيتك للناس، وإن شئت أخفيتها. الغاية في النتيجة يا بني. أكبر وأجمل وأغنى مدينة بعد مدينتنا هذه هي مدينة القصور والزهور والرياحين، فهي نصيبك يا ولدي يا سعيد، تبني فيها بيتك الذي طلب منك. هو كذلك. أما أفقر وأبعد وأبسط مدينة في ولايتنا فهي مدينة المرض والجهل والكسل، هي نصيبك يا ولدي يا أسعد، تبني فيها بيتك ويرضى عنك الناس. إن شاء الله سأفعل. والآن اسمعاني جيدا، هذه العصا سحرية ومسخرة لعمل الخير، وأظن أنها تنفع في حالتكما هذه. أخذها أنا إذن. على رسلك يا بني، على رسلك، فالعصا تكفي لكليكما. كيف وهي عصا واحدة؟ هكذا. ليأخذ كل منكما نصيبه، وآمل ألا تجبرا العصا لتعمل إلا في سبيل الخير. كيف تعمل هذه العصا أيها الحكيم؟ تسمي بالله عز وجل أولا، ثم تأمرها أن تقوم بما تريد فتعمل، ولكن في سبيل الخير. هل أكرر؟ لا، لقد فهمت. وأنت يا أسعد؟ الاتكال على الله، وأرجو ألا أحتاجها في مهمتي. بل أنت من سيحتاجها يا ولدي، فبلاد الفقر والجوع والكسل بعيدة جدا، إنها تقع خلف الجبال 7 والبحار 7. وهل ستنقلني هذه العصا إلى هناك؟ بالطبع يا ولدي، ضعها على الأرض أولا، ثم سمي بالله عز وجل واطلب منها أن تنقلك إلى هناك، فتفعل بعد أن تتحول إلى بساط الريح. لما لا تجرب يا ولدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أطلب منك أيتها العصا أن تساعديني في الوصول لبلد الفقر والجهل والكسل بالطريقة التي تستطيعين. السلام عليكم، أرجو منكم الدعاء. بالتوفيق يا ولدي، وموعدنا بعد 3 أشهر. هو أنت يا سعيد، افعل مثله تماما. هيا. سأفعل يا أمه. Thank you.
هيا أيتها العصا السحرية. هل لك أن تدلني على قصر الوالي؟ لعلك غريب. وهما أدراك؟ نحن هنا نبادر حديثنا بإلقاء السلام ثم نطلب حاجاتنا بلطف. أما دمت غريبا فلا بأس، تفضل معي إلى الوالي. السلام عليك. وعليك أرجوك لا تنم يا رجل. ماذا تريد مني؟ هل لك أن تدلني على مكان والي المدينة؟ لا. أتجهل مكان الوالي أيها الرجل؟ لا مكان للوالي، لأننا بدون والي، وما الداعي؟ حسن شهبندر التجار. ولا شهبندر التجار، ما الداعي؟ شيخ الكار، إمام الجامع، القاضي، لابد وأن لديكم قاضيا على الأقل. يمكنني أن أدلك على شيخ الكار فقط، رغم أن لا كار لدينا يعمل، فجميع الكارات متوقفة عن العمل. حسن حسن، وأين أجد شيخ الكار هذا؟ امشي في هذا الاتجاه